البيان يقول يعني عن هؤلاء الجنرالات انه ان مسعاهم غير الفردي، يعني ما هيش اون اكسيون هكذا تاع ناس انديفيديوال، ان مسعاهم غير الفردي المستند الى مبررات واهيه وزائفه يبدو جليا، صدر كعندهم لي بروف، يبدو جليا بانه وليد خطه مبيته ومؤامره دبرتها دوائر مستطره. كيف نفهم هذا الكلام سي محمد؟ قبل ما نتطرق للكلام هذا ولا السؤال نتاعك المباشر هذا، نقول اني انا بكل صراحه لما قريت هذا البيان عمري ما ولا مره يعني سمعت ولا شفت الوزاره نتاعنا تكتب بالاسلوب هذا. ولفنا اسلوب اخر، صحيح حتى الاسلوب الاخر نوعا ما قوي، لكن فيه واحد ما يحافظ على اشياء. اليوم في هذا الرد هذا كان عنيف، وما فهمتش يعني لماذا كل هذا العنف والسب والشتم وحتى الشك في الناس في قدراتهم. حتى لو نتكلم على لي جوجمون دو فالور هادو، نقدر انا جو بو انتربريشي، قال يا ناس تكلمنا على لوبليغاسيون دو ريزيرف، هذا راكم خرجتوا عنها. لانه اذا كان فيه واحد خفق في طريقه ولا شيء، هذه تبقى في الليتيك، تبقى حاجه تخص الجيش. اما في هذه الدوائر اللي تلعب بينا ولا شيء، مو وطنيتي والفطنه نتاعي تخليني نبقى عايش من اجل الجزائر للجزائر، ولا احد ما يقدر يعني بريطان افوار لا فورس باش انا يدورني على ما امنت به وانا في سني 6 سنوات لما استشهد ابي، و10 سنوات لما التحقت بالمدرسه الوطنيه لابناء الثوره، رباني الجيش وكانوا انذاك مشاهدين. لما قال لي الكابران هذاك، لما كنت نبكي صغير انا هكا حبيت نقعد مع ما وخوتي، قال لي باباك طاح في الميدان، ارفع سلاح باباك ما تخليهش في الارض. من تما زدت شبكيت لليوم، فهمتني؟ اذا باش يجي واحد انا يكتب لي باسلوب غريب ما يحترمش حتى ليتيك يعني، ها وجو لو دي